Good morning, good morning. 8 الصبح ومنقلع نهار جديد. الأكل اللبناني شو صاير فيه بكندا؟ مرحبا، انا اسمي محمد القرعوني، انا عندي فرق بالديوان مرقيش. فتحنا ب 2018-19 وهلا الحمد لله we are getting bigger and we're opening up our second location on Lawrence and by next spring inshallah we'll be opening up in Mississauga. فرن الديوان هون the whole concept was to open up a فرن شعبي that was missing in Toronto. So I wanted people to come into the bakery يحسوا حالهم بالضيعة، يحسوا حالهم بلبنان. جبنا فرن شعبي من لبنان ومعجنات كله فريش والحمد لله انتشر المحل وصار عندنا اسم هون. We have about 10 employees. عندي شي 4 معلمين فرانين وما شاء الله مثل ما شايف اليوم زعتر داي، اليوم الأربعاء بنبيع زعتر دولار ونص. هاي من وقت ما فتحنا المحل. This is what we do. So it caused a nice buzz, alhamdulillah. مثل ما انك شايف عندنا الجبنة والزعتر والبيتزا وعندنا الشيء اسمه صاروخ طويلة والمشروحة. والقلك صراحة most of those ideas came from watching your show, Anthony. يعني I'll tell you the truth because أنا مش فران، أنا بس businessman. وبلشنا بالكعك، الكعك وعرب وشو دلنا غير هيك. الحمد لله كله فريش هون. عندي هون معلم أبو رامي، he's the head chef. صار له تقريباً شي 40 سنة بالمصلحة وعن جد رفع الديوان لدرجة ثانية إن شاء الله الحمد لله. وعندك معلم نضال خلف، يا هلا، بيكون قرايبتي جاي من ستي زينب ولا سيدة زينب من سوريا من ست زينب ستي زينب ما بعرف. فالمهم الخال معلم. وعندك جورج، وينك يا جورج؟ قرب شوي نعرفك. صار له شي 3 اشهر جاي من لبنان، كان يشتغل بفرن هونيك بلبنان. عم بعرفك على حياتي تحياتي، انا علي ما شاء الله. هو بلش بالكعك و الله يعينك. وعندي عديلي انور هون من وين عديل؟ من الحوش الحريمي. والصبايا يعني الله يعطيهم العافيه، يعني الصراحه هن اللي عم بيضوا الوجه، هن عم بيضوا الوجه. And I just come, I just oversee everything, make sure everything is running smoothly. Wednesday's Zahtar is a special day. It's $1.50 and it's unlimited. So you can come buy one, you can buy 100, as many as you want. Alhamdulillah, it's becoming very, very, very popular. So we have actually the non-Arabs coming and now buying Zahtar for their offices, for their catering needs. Everything's made fresh, as you can see. Lawha malyani. الطلبيات بتبلش من الساعة 7 الصبح، 50 زعتر، 100 زعتر، يعني شو بدي اقول لك، وكله فريش، يا منطوي لك اياهم يا منخلي لك اياهم مفتوحين ببوكس، وطبعا بوكس الديوان، عرفت كيف؟ الأكبر أكيد. وهي الزعتر بداية، والزعتر تبعنا طبعا من لبنان جاية. يا أبو رامي، أنا من سوريا، من درعا، موجود بالبلد من سنة 2005، طبعا جاي من دبي لعلى البلد في مجال شغلي نفسه. هذا هم جايبين عقد عمل لبارامونت فاين فود، ظليت مع الجماعة 14 سنة وبعدين جينا مع الأخ محمد. الحمد لله اللي بيميز منشتنا العجينة، الدرجة الأولى هي العجينة، يعني هي لما سموها معجنات هي العجينة اللي بتلعب دور أكبر. وبعدين الخلطات الشرقية والخلطات السورية اللبنانية هي كلها فات ببعضها، طبعا كل بلد لها، هي بالنهاية كلها بلد واحدة وبتميز، كل واحد بيتميز بشيء. والحمد لله عندنا زبائن، حتى زبائن الأجانب جبناهم، حتى الأفارقة الأخوة الأفارقة المصريين جبناهم وتعودوا عليها وحبوها كثير. أنا صار لي هون بالبلد تقريبا شي 5 سنين، هون بالفرن شي 3 سنين إن شاء الله، واخذنا الإكسبيرينس تبع البيكري وتعلمنا وكذا. عندنا هون طريقتنا طريقة الفريش من بداية المنقوشة لنهايتها لحتى تصل للزبون، والزبون بيراقب منقوشته قدامه وبياخذها وما شاء الله. مع جورج انا بشتغل هون مع الشباب بالديوان وعم نحاول نطلع احلى شغل واحلى انتاج. على طول بنحاول تكون العجينه فريش ونقدمها بطريقه صح ومظبوطه. وهلا بتشين بالكعك جديد،
وإن شاء الله تنال إعجابكم، وأهلا وسهلا فيك وحيا الله. حمرة مع جبنة؟ حمرة مع جبنة كتير قوية. حراتها لذيذين خفيف. واو بيوتيفل. محمرة مع جبنة ريكومندد. نكست زعتر. زعترات عزمين. زعتر بلد لبنان. هاي دي اللحمة عجين؟ هاي لحمة بدبس رمان ولبن. لو طريقة الحلبية. واو هاي دي ساعات بترق العجينة بتصير كتير خفيفة وما بتش وما بتنفخ وعطراف بتقرقش. بعدين لحمة مفرومة سوبر ناعم شوية لبن. دبس رمان. برافو. دبس رمان. طبعاً ولحمة مع بعض. خلينا وقف لحظة قبل ما نرجع نكفر. هرجع فوت لجوا. شو هالفرن؟ كأنه بالضيعة. مزبوط بالضيعة. العجقة الألوان الستيكرز فوق بعض القصص. وعنده مش 10 موصفين، عنده 10 معلمين. كل واحد بيعرف شغلته. بعد ما دقنا الكعكة المنقيش الزعتر الخلطات اللي احنا معروفين فيها بكل الضيع. واو وجايب اشياء من لبنان بيناتهم الشربة رده. الفرن يلي بتفوتوا فيكم تشتروا كل شيء. بونجور عندهم، شاي عندهم، ليبيز عندهم، الزعتر عندهم، الكارة تبع الساج عندهم. وحتى لو ملزقين صور هون وصور هون وصور هون معمولين بطريقة كتير مرتبة. العملة اللبنانية اللي ورانا. الفرن اللبناني مثل ما هو بس مرتب ونظيف. وجوا 10 أشخاص عم تشتغل، كل واحد مسؤول عن شيء. وبسم الله يا ركد ركد. نهار الأربعاء بيعمل زعتر ده. تعالوا خدوا 50 زعترات حطوهم بالفريزر لكل الجمعة. وهلا صار وقت ندوق الكعكة. عجينتهم سميكة وبتشبع. إذا بدكم تاخذوا عجينة تطلبوها مشروحة بترق شوي بتصير بعد أطيب وأطيب. خيانتني؟ انترستينج. لازم تاكل شوية خضرة ولا شوية خضرة؟ حبيبي ولا خضرة. أهلا وسهلا. معكم خيرات صغار. تبع القرشة. أهلا وسهلا فيكم بلبنان. هيدي نوتيلا طبعا الديوان السبيشال تبع الديوان. عندك النوتيلا، عندك الرازبري بلاك بيري وشويه اولمندز عليها وشويه جوز الهند وبنحط شوكولاته كمان فوقها. كان عبالي نقي شيء او جرب شيء تراديشنال. سانسيت جريل صار له فاتح من 1985. لوكال بريكفاست بيسكر على الساعه 3 بعد الظهر. جريل يعني بيفتح عشيه لحمه. لا هو اسمه سانسيت جريل. انا جاي من غنيه. تراديشنال كانديان بريكفاست. بتقولوا تراديشنال بريكفاست شو منقول؟ منقول بانكيكس والعدة كلها سوا. شوية ميبل سيرب، فلوفي بانكيكس، ايك ساندويتش. واو ميبل سيرب طبعا كتير طيب. ايك اند هام مع مشروم. حسيت انه بيلبق لهيدا الشيء ما بعرف ليش.
فتا نجرب. Yes indeed. Eggs and ham and mushroom sandwich مع maple syrup. Beautiful. The real deal. مش ماي وسكر. Wow. Beautiful. شقف من البطاطا. شقفة لحمة. ثلاث بيضات. واحدة حد التانية. Good job. وحدو براون توست. مع شوية زبدة على الوجه. A very thick fluffy pancake. Traditional, the old fashioned way. Thank you guys. American style breakfast تبع الفلومة. البانكيكس, اللحمة, الميبل سيرب. Delicious. Canadian brand صار له 30 سنة, 35 سنة وطيبين. الميبل سيرب غير طعمة. مش معقول addictive. مع البيض, مع البانكيكس, مع كل شيء. اوف. نوري نوري. يا هلا يا هلا يا هلا. أنا جان من بيروت أساساً, وصلي هون عايش تقريباً 35 سنة تقريباً, ما هيك هشام؟ نفس الوقت تقريباً 1990, يعني شي 33 سنة. صرنا بهالمحل هون من سنة 2000, يعني 23 سنة هون. وصلنا بالبزنس نفسه, نفس المبدأ, نفس الفكرة من الـ 95. بنبيع سندويشات شاورما, صحون شاورما, بنبيع زعتر, جبنة, هيدي جديد زدناها على المنيو لحتى نكمل المنيو تبعنا. مش اختصاصنا بس نعمل كتير منيح فيها. اختصاصنا طبعا الشاورميات, نعمل صحون, نعمل زعتر وجبنة, وعندنا بقلاوة. طعمة الشاورما عندنا it is traditional, بس كمان نفس الوقت it has to have a Canadian touch in it. يعني هون الكندي بيحبوا الشاورما بس بيحبوا يحطوا عليها خضروات كتير. ما فيك بس تعملهم اياها على الطريقة اللبنانية لانه بتصغر you narrow down the customer تبعك. شو بنعمل؟ اللبناني بحب على اللبناني نحط له بطاطا فيها, توم, كبيس, اللي بده اياها على طريقته. والمنو اللبناني مثلا يلي او منو عربي مثلا لنفترض هو كندي بيقول لك بدي مثلا فيها خس وبصل وبندوره وكل اللي بيجي معه وتبوله بنحط له, يعني ما بنشارعه. بالنهايه بدك الزبون يكون مبسوط, وهيدا المبدا تبعنا. وعندنا هون السلوجن تبعنا ادكشن جارانتيد, يعني بس اخذت حضرك يعني اذا ما كنت شايفها. حطينا رز وعدس, لنتل رايس, غارليك بوتيتوز مع سبايسي, حمص, غارليك, تبوله, وهذا الزبون بده عليها تشيكن شاورما. هو هو حسب بتقول لك مثلا حسب السوق بدك تشوف. وبرمتنا بتكفي.
عرفت انا هون على الارز عن جوزيف. استاذ جوزيف صار لك هون 50 سنه؟ ايه 50 سنه واحد ما بينسى الدنيا. لا بضل ياكل خبز وبيجي وبيشتري زعتر ولبنه وفول حمص. 50 سنه واو. بيوتيفول. هلا وي. شكرا. اول شيء اهلا وسهلا فيك، خربت لي الدنيا، سوبر ستار اليوتيوب بدي اسميك غير انتوني يعني. بقى اهلا وسهلا فيك بفرعنا، بفرعنا الاول هون بسكاربرو. هذا المحل من 2001 كمحل منصنع الدبس كلهم، يعني الاصناف اللي بتيجي من الحمص والبابا غنوج والشغلات منصنعهم بقلب بقلب المطبخ تبعنا. هودي طبعا عملناهم كلهم هون بال، وزدنا شوية اشياء جديدة عليهم، مثلا الحمص العادي عملنا البيتروت حمص، عملنا الافوكادو حمص. اذا بفرجيك عليهم هون، مثلا هيدي الافوكادو حمص، هيدي بتنعمل عنا بقلب بقلب المطبخ تبعنا وبتنبع للزبون ديركت. الريد بابر حمص هيدي كمان مشهورة صارت. الافوكادو ديبس هيدي، وعندنا طبعا الجارليك بيست على الطريقة اللبنانية المضبوطة. برمتنا هلأ وين بالأرز؟ صورت الأرز بالحلقة قبلها بفرعون جديد، وقلت أوكي ليش ما بكتشف فرعون القديم الأساسي يلي هو شهرون. رجعنا على محل أصغر شوي، يعني في منتوجات أكتر لبنانية وعربية وكلها كوندنس كلها مع بعضها. كنا فركشنا. يلي بيلفت النظر هو أنه إذا حدا ما بيعرف الكولتشر بيقدر يجي ياخد بكل شيء من هون ready to go، إن كان الجبنة إن كان اللبنة. وبالآخر وصلت عند الحمص، في حمص عادي، في بابا غنوج، وفي شوية adaptations بلا ما نمس بالأساس. يعني فينا نزيد أفوكادو على الحمص، بس متركوا حمص نظيف كريمي مرتب، التكستشر مظبوطة، كل التفاصيل منيحة بلا ما نغير أساس الكولتشر تبعنا. الخبز كله موجود، خبز سميت مثل السبمارين، هيدي مع تشيز اند هام روعة. هيدا كفي بارمك. حلو عربي لفت لي نظري مرة الماضي وشكله كتير حلو، ما دقتهم. منروح جمعت كل الشباب تقعد معي وتعرف علي، فقال لهم نضيفهم شوية حلو عربي يعني احسابي. خلص احسابي اليوم. شو حبيب استاذ وقل لي سيدي انت كريم ونحن بنستاهل، اختار لي انت اللي بدك. توني اجا من كتير بعيد، وعن جد بشكرك، بشكر كل حدا اجا من كتير بعيد بتعقده. أنا صار لي 35 سنة بكندا. 35 سنة. مرسي لأنك تشوفني حبيبي. أنا كتير كتير بتشرف إني شفتك، أنا بتابعك دائماً وبرامجك بتروى برائعة وطيبتك أروع لسا، وهضامتك لما بتاكل أطيب أحلى. بالطيبين سكرهم خفيف أشوتهم حلوة. ليك هاي بالفستق طيبة مع الفوفة نف بلي شوف قرشت هاي يا نايس. طاب very nice. دو هاي عن جد بفشل الخلق. very good job. طيبين very 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 good job. صحة وهنا. يلا صحتين. صحتين. the real flavor of Lebanon finally. فيمس بسطرمة طبعا. هلا ما رح نوصل للي بيعملوه بلبنان، بس انه 99.9% اللي عنا اياه بلبنان، وهيدي شغلنا نعملها هون بالمحل. بنحضرها على الطريقة الارمنية لانه that's our culture كمان، we're very famous فيها، وطيبة كتير طبعا، ريحتها مش قوية.
اهلا وسهلا فيك كمان. نحن طبعا عازمينك بدنا ناكل سوا لانه وصلت انت دغري على وقت الاكل. كوليفلاور طيبين كثير هول. اللحمه عندهم حموضة بهارات. انبسطت مرة الماضية بالرزات وهالمرة باللحمة. Great job. الكيترينج شغلة بلشنا فيها تقريبا صار لها شي 5-6 سنين ونشحت معنا لأنه بنعمل طبخ البيت. يعني فيك تطلب ورق العنب، فيك تطلب الكوسة وديلي داي باي داي، فيك تطلب الصبح وتاخد طلبيتك بنفس النهار. أكل بيت، أكل الماما طبعاً و very good recipe و tasty. رايحين لدكتور عمر توفي سكايلات فاميلي دينتال. Today is Dr. Omar's 68th birthday. It's مفاجأة for him to celebrate his birthday. ركض الحكيم ثاني ميل من الطريق، قال انت كمان حكيم سنين بحبك كثير، فاخذنا كم صوره سوا. واز هلا رجعت اسيستنت تبعه وقالت لي تعي مينو سربريز، يعني اكيد بنعيد نحن وياه. اهلا 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 شرفت شرفت. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي. رعد عليك حبيبي، نحن فخورين فيك. اهلا وسهلا فيك بكندا. اهلا وسهلا. نحن هون سنه 1995، انا جيت من لبنان ب 88 اوكي، وبلشت اشتغل بال 93 وفتحنا هاي العياده هون. عملنا لها مودرنايزيشن، كل الاكويبمنت جاهزه ستيت اوف ذا ارت. رح ناكل جاتو ونعيد سوا. Happy birthday. Happy birthday. Bye. أنا ورا الكاميرا بالعادة، فيعني I shouldn't be here. أهلا وسهلا بزيزافون، أنا اسمي مارسيل، هون بسميها ليتل سيريا. أنا وماما بالأول أختي كانت معنا، بس هلا أنا وماما بلشنا هالمكان الصغير. And we're very happy إنه نورجي التراث السوري لأهل تورنتو، خاصة إنه نحن بمنطقة بعيدة عن العرب. فبلشوا العالم يعرفوا أكلات بحياتهم ما سامعين فيها، وهلأ بطلوا ياخذوا شاورما وصاروا ياخذوا طبخ. أنا كاتبة ومخرجة أفلام قصيرة. My background هو marketing communication management، بس بلشت بالأفلام، مجال الأفلام بالproduction،
بعدين صرت أعمل أفلامي مينلي أفلام قصيرة ربحوا جوائز وأنا كتير مبسوطة. نحنا زي زفون منقدم طبخ، ماما هي الشيف، فوقت اللي بتجي لعنا بتحس حالك بالبيت، وهو فعلا يعني هذا مثل البيت. بعد شوي بورجيك الطبخات تبعيتنا وبعرفك على الماما. والفكرة كلها أنه نحنا نورجي الطبخ السوري الأصلي للناس اللي بتورنتو، والعرب اللي هنا يعني مشتاقين لأهلهم بيجوا لعنا دايما. Welcome home, welcome to the Syrian house. البيت السوري، القعدة، الأجواء الحلوة، الطبخ البيت، والستات اللي قديم نشوفها على الكاميرا تحت عم بيطبخوا، الأكل كله مثل ما التيتا بتطعميكن إن كان بلبنان بسوريا وببلاد الشام. شو فينا ندوق؟ تيتا كانت تطبخ كل شيء بالتوم. I know, not judging. نعم برا. يا شراب الورد مع الليمون. وهي أمر الدين. نعم بلادنا. الورقة الرقيقة مزروع برا. Good surprise. اهلا وسهلا فيكم بزيزافون. نحن بدينا مثل ما قلت من 2018. كانت تجربه يعني جديده. انا الباك جراوند تبعي مدرسه، ماني طباخه، بس كان طبخي بيقولوا طيب العيله وعيله العيله فجينا لهون وصرنا قلنا خلينا نبدا من جديد، نجمع حالنا نعمل فاميلي بزنس. بلد جديد علينا وصعبه، فبدينا وهون بالحارة هون كلها كندية. كان التحدي يعني كبير انه كلهم كندية ونكهات جديدة. بس الحقيقة لما الانسان بيطبخ يعني بحب وبشغف وبإخلاص وبمحبة يعني، فكانوا الكل شجعونا اكثر. يعني كانت فرصة لنا وتشجعنا بحكيهم، تشجعنا انه نكهاتكم طيبه، اول مره هيك مندوق، معقول بسوريا هيك في طبخ؟ لا اوكي دوقوا. وبلشنا يعني بقى نكبر اكثر طبخات، نجيب من الشام، من حلب، من حمص، من درعا. بيور فليفر، طعمي طعمة بيت، طعمة خفيفة، ما في طعمة مطعم بالكبة. واو، لبنة الجبل يلي ضربها الهواء من بحر الأبيض المتوسط. هذا الإحساس، حامضة خفيف، منا حلوة، ما بتشبه اليوغورت أو الكريم تشيز، لبنة هوميد. بسطت كتير بالكبة. كبة ذكرتنا بالبيت، ذكرتنا بالأفران، بالستات اللي ببرم فيهم بتضيع هيك شوي قاسية برغلاتها مثل ما لازم. اللحمة بيوتيفل. نكست رح ندوق هاي، ما بتشبه المجدرة اللي احنا بنعرفها. هي مجدرة بتجي حبة حدة تانية مش مهروسة، بتنعمل مع الصوص، served hot. واو، نحنا بنسميها مدردرة، فيها شوية sweetness شوية حلاوة، مستويين كتير منيح، ما بيقرقشوا. I love it. أكيد يلي صار له أكثر من سنتين هون بيدمع هون عم بيأكل. انتبهوا، المطبخ السوري تبع البيت ما نلعب فيه أبداً، مثل ما هو. يا ريت كنت قادر أدوق كل شيء بس المكتوب ينقرأ من عنوانه. واللقمة والإحساس والحنان حسيته، لقمة الضيعة، لقمة التاريخ، لقمة طفولة. جيبوها مثل ما هي لهون وطعموها للناس مثل ما هن مقتنعين وما غيروا شيء فيها. كتير حلو، كتير حلو، كتير حلو. الفتة فيها طحينة أكتر من اللبن عكس الفتة تبعنا.
خبز محمص لو زيت بقرشه النفس. Oh my goodness. أكل بيت، أكل ضيعة، نفس رائع 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 رائع. الحمصات البلا قشر المطبخين مظبوط، السمنة اللي عم بتفوش على الوجه amazing 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 amazing. بفش الخلق عن جد، بفش الخلق. real food real food، مش هذا الجديد اللي عم ندوقه وين ما كان. هاي كنافة فولكانو. If you wanna make it you have to break it. So هي أرضية كنافة فوقها قشطة فريش نحنا بنعملها، بعدين آيس كريم مع شوكولا، بعدين غزل البنات، بعدين بيستاشو. آيس كريم، غزل البنات، في شي بيقرقش تحت. يا عمي واو، عن جد reinventing food، يعني كله traditional authentic and then comes the end وين في هيك فلسفة صغيرة زابطة زابطة زابطة. نحية هيدا الكعب تبع الكنافة هي العسمالية مرقشة، البوزة طيبة كتير، الغزل عظيم، شوكليت شيبس واو. بترجعني من لبنان. Amazing 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 amazing. Is this real؟ هيدا شو الدسير؟ شو هالفتح؟ لك شو هالست الكبير العيون بيحكوا، عيون بيحكوا. واو امبرست.
Hey Anthony, أهلا وسهلا بكندا. أهلا وسهلا فيك عنا بكندا. Hopefully you're enjoying your stay. أنا أسعد. جيت على كندا من 5 years. ومن تقريبا سنة ونص بلشت my own business, baking business from home. I'm doing it online, so I'm taking online orders. هلا شويتين لحدوق some of my sweets. So usually الار تبعي عادة decoupage, so I do decoupage things. بجيب اشياء مثل second hand like this and I decoupage it and I reinvent it in my own way. But me and my boyfriend Steven usually بنعمل هون, Steven اكتر شي بيعمل الار, so the big pieces of اللي بتشوفهم هون بالبيت كلهم من Steven. And I have the small pieces, I do these type of arts. هون في عنا الترديشنال العصمانية اللي هي أنا بحب العصمانية من أول صغير, so I just want, بس حبيت غير بشكلها وغير شوي بطعمة الكريم القشطة اللي بيقولوا القشطة, حبيت غير شوي بطعمة القشطة, so حطيت لها ماسكربوني تشيز, so just to add more creamy to it. حبيت أعمل فيرجن تاني من العصمانية which is بينا كولاتا عصمانية اللي هي mostly pineapple, flavor of Caribbean, بس still like have the same, it's نفس الشكل تبع العصمانية. هون cream puffs مع pistachio pastry cream, which is also another level of cream puffs اللي فيها كمان شوي نكهة نكهة لبنانية أو نكهة عربية. هذا الزور مي مزهر وموارد بصير إيه شعوية عسملية التقليدية القديمة البيروتية. أخذها لمحل تاني. أساساً أول شيء ما في إحساس سكر, كتير خفيف, مظبوط حط له قطر بس كتير خفيف. إيه بقى أنتو بيرفيوم مزهر موارد, بتبلش إكسبيرينس بالمنخار تنزل على التم قشطة منا دلعة, بيجي هون شوية ماسكربوني التشيز بتبلش هيك تزكزك لسان, قرشة بالآخر. واو, حسيت عم باكل بهاماس أب سكيل كيك تمشية بشوارع باريس عربي مع a touch of amazing finesse. ما بعرف إذا شوكو سكين أو بلقطه بإيدي هيك ما في حدا خلعوه صح. شوكو سكين كوكتيل بارتي on the beach amazing crunch beautiful cream beautiful. Wow. Amazing. My pleasure. You deserve the best. Oh. إن شاء الله بتصير بكل مطاعم وكل الباستيسريات وإن شاء الله بتفتح بكرة محل ونجي لعندك. Oh, thank you so much. ساعتها أنا بجيبك. بليز يفتح مطعم تجيني. عن جد واو. هيك ليش شو إحنا نعمل هيك ما تضيع. رح أبرمها هيك. ونفوتها جوا. حتى عجينة الشو ما بتعلق ما بتفرط مش معظمة وكل شيء سكره خفيف. Good. Thank you. Thank you so much. Guys, you're amazing. Thank you so much. Thank you very much. Invite me more often. I will. Bye. 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 بعقد بعقد بعقد.
اهلا وسهلا فيك. نحن بتورنتو بتوبيكو محل اسمه لونج ايلاند فور مان منز وير كلودينج. وي دو كاستم ميد سو وي دو ويدينجز ار كاجوال اند يو كان جست لوك اراوند. وي هاف شوز, وي هاف اول يو نيم ات, وي هاف ا سيجار شوب, اند وي هاف ا باربر شوب. أنا مبسوط بأنتوني بيكوز بعرف لأنتوني من زمان, أيام 2014 وقت بلش بالفود بلوجر, ومليح ومليح وتعرفت على دمام وراه هو, وحبيت إنه أتعرف عليه شخصياً وعزمته قلت له يجي لعنا زيارة ويشوف وير أي أم وين موجود أنا ومحل وكل شيء, وقلت أنا انبسط فيه ومشان هيك قلت أنا متعرف عليه شخصياً لأنه بعرفه من وراء التلفزيون وراء اليوتيوب يعني. The concept of this place, you know, متمنى نحنا منزوي هون, unique, very unique. نعمل إشياء custom made على طول. وفي عنا كمان barber shop. بيجي زبون مثلا هون, بيطلع بيقص شعره, بزيت وقت بيجي بيشتيب هون, وبيعمل محتويات العيزة. بعدين نعمل نقدم له espresso, نقدم له like soft drink, نقدم له cappuccino. وعنا cigar shop كمان. عنا walking here. Thank you. Anthony, thank you very much. It was a pleasure meeting you. Ciao, ciao. So Anna, I customize those acrylic boxes for occasions, birthdays, corporate events, weddings. What do you put in? Gourmet candy, only gourmet candy, and really popular candy. I import them from all around the world. High-end albe, high-end designs, all of this candy is gourmet, imported from Germany, Spain, UK, States, Turkey. So, يعني إذا عنده events, إذا عنده عماد, إذا عنده عرس, exactly. أو مثلاً إذا عنده شركة وبده كل حدا يفل corporate بعد ما يمضي contractor كبير, exactly. Real estate بيجي بس يشتروا بيت as a thank you to the new owners. So هنا كان يزندون. هيدولا exactly to the fun packages يعني. Okay, candies تبع الطفولة. في كحول أنا بعرف. هول كنا لازم عشانين نحن صغار. Amazing sour, صح؟ Amazing sour. Yeah. رجعت عمري 5 سنين. حمودتهم روعة. قد ايه صار لي مش قلت هالشيء. أشدت الوجبة دقيقة. لا. وعندنا كمان. سمول. أوه. واو العلبة حلوة والباكجينج حلو العلبة هاي حلوة رح اكلهم كلهم مرة وزعهم لحد ما ترجع احط فيهم براغي عندي بالبيت يس اوف كورس very nice بس اتعرفت عليك بس تخبرك دقيقة بس تخبرك شغلة this is too sour مينيموم وحياتكم مينيموم صار 30 سنة مش هيك رح تشوفه بكره رح تشوفه بحلقه موريال لاست داي انه بعمري ما عندي ولا صوصه ف
فما باكل كبار فصار لي 30 سنه باكل كبار. رجعتينا على الطفوله. What a long day, very long day, diverse day, منوع كتير. بأول نهار بتورونتو تعرفنا على مارو. بس مارو شو مارو؟ مارو هو مطعم. بس مارو ما كان بده نصور مطعمه، قال لي بترجع لعندي عم زبط كم شغلة. اليوم مارو ناطرنا. ختام هالنهار مسك. مارو very special character, very special person, مهضوم لذيذ وعنده طريقة كتير سبيسيال يفكر فيها بالمطاعم، بطريقته، بطبخه. ما لكم أكتر من هيك. مارو واقف برا لابس الأبوعة وناطرنا. Just a stress. Anthony is here. Okay. Yeah. بس أخضر اليوم. لا. زبط حيل. لا. اليوم. This is my time. تعرفنا على بعض من 4-5 أيام قطع الوقت. واتفقنا انه رح نعمل شيء كتير مهضوم صور. رح عرفنا على مطعمه، على الكاركتر اللي هو مارو، وعلى فلسفي تبعه بالمطاعم وبالاكل وليش هو هون. كلها تفاصيل وقفه مع الاعلان ونرجع لكم. يس، وقفه مع الاعلان. شي رح نعمله قبل اي شيء وقبل اي حكي وقبل اي شيء مع انتوني، بدنا نعمل كاس عرق. اول شيء كاس العرق. بعد كاس العرق بنطلع بنقعد برا مثل البني ادمين ونشرب كاس عرق وبنحكي على رواق. وبعدين وات اي هاف بلانز اذا بدنا نعمل عشاء، لانه في ناس جاي على الساعه 8 ليشوفوا انتوني، يتعرفوا على انتوني. رح نتعشى وبعدين رح نتحلى. اول شيء العرق. اليوم عندنا ضيف مميز، اقل ما ينقال فيه انه مميز. قصته هيدا الضيف انه فعلا حمل الارزي على كتافه. هيدا الضيف ما حكي عن امجاد الماضي. هيدا الضيف ما عنده افتخار كذاب بشيء اسمه كان اسمه لبنان. هيدا الضيف بنظري أنا حط النقاط الأساسية لكيف رح تكون الهوية اللبنانية للمستقبل. هيدا الضيف من بشير لبشير رفع اسمه للبنان ورح ضلوا يرفعه. Very blessed to have him. نحن ضيوفه على الهوية اللبنانية. نحن ضيوفه. هو الأرزة ومش مبالغة، بس بكاميرا صغيرة قدر يصنع مجد وقدر يجمع المغتربين اللبنانيين ورا شاشة صغيرة. من مخه، من تفكيره، من الفن، من الإبداع، أقل ما يقال فيه لبنان. أهلا وسهلا فيك أنتوني. وهلا رح تشوفوا أنتوني بعد كاس العرق كيف يبين. من وقت ما تعرفنا على بعضنا وقلت لي عنا كتير اشياء نحكيها، حبيتك، حبيت راسك، حبيت هيك فقت على حسابه. بس بيعرف حاله شو بده، ما بيمشي بالطيار بس بيرجع على الاساسيات، بيعمل مصلحته بس ما بينسى مصلحه الناس ومصلحه بلده وتاريخه. سوبر سبيشال، حبيته من اول مره. انت مين؟ عين مارو مروان، بس الأجانب ما بيعرفوا يقولوا مروان، طلعوا لي يا موران، فقلنا مارو مثل ما كانت أمي تعيط لي. فتحنا. بدك تبلش هلا؟ أول شي كاسك هيك بنتعرف أحسن. لكن هيدا فن، هيدي الهوية اللبنانية. ها هي، هذا بعدنا بأول كاس. شو اسم الغناية؟ مين بيشرب قدنا؟ مين بيوقف حدنا؟ نحن أبطال الخمارة. هيدي ورثة جدنا، مش هيك؟ دقيقة بس بريك قبل ما نرجع نحكي عنه. Amazing. مثل الحليب. Fresh. Aromatic. Soft. Smooth.
سموها دعاية سموها البكونية عرق برام بطل وهاوني وهاوني بأونتاريو كل مرة بنزل على لبنان أو حدا بنزل على لبنان بران هو العرق مع احترامي للكل سارة is my favorite بس بران شي تاني أنت مين؟ جيت على البلد بدي أدرس accounting بدي أدرس محاسبة لقيت إنه الناس بيستعملوا المحاسبة مرة بالسنة بس بياكلوا كل يوم الأجانب ما عند بيطبخوا ثلاث مرات بالسنة Thanksgiving Thanksgiving Easter وعلى الكريسماس بس والباقي بياكلوا برا فعملنا شيء للأجنبي أكل كندي بس بالنكهة اللبنانية بالنفس اللبناني There's a science behind food لما الواحد يفهم الأكل لما يفهم طبيعة الأكل الأمور بتتغير مش تقليدي سندويش الشاورما كتير طيبة مع توم وكبيس كتير كتير طيبة بس مفكر تام وجان لما يخلصوا سندويش الشاورما رح يرجعوا على الأوفيس ويشرب له 2 كيلو لتر جينجرل مثلا أو لتر 7 أب الواحد بده يفكر شو جان بده ياكل وشو سينثيا بده تاكل نحن بجنريشن جلوتين فري فالخبزة قد ما تكون الخبزة طيبة بدك تفكر جلوتين فري ومن هون بلشت التفكير هيدي الفلسفة تبع البزنس مارو ساعات واحد فوت لعندك بيطلع بيقول كواليتي كريبس بوريتوز بولز فانسي بيتاز بس انا وجوا شفت صحون كتير حلوين عليهم شوية حمص وعليهم شوية كوليفلاور ماروز شو كيف بلش فتحت انا بال 2009 باخر شهر بال 2009 مثلي مثل غيري مثل اي اميجرنت فات على البلد ما بيعرف شيء ما بيعرف شيء قصدي ما بيعرف المطبخ شو اساسيات المطبخ ما دام السندويش الشاورما شغاله خلينا نعمل سندويش الشاورما بال 2010 فبروري 2010 يعني الشهر الثاني بال 2010 يعني شهرين بعد ما فتحت كانت مبيعاتي 9000 دولار بعد خمس سنين مرقوا بنفس الشهر فبروري 2015 مبيعاتي كمان 9000 دولار كنت عم خبره لأنتوني رحت على البيت بدي اتحمم فتت طلعت بالمراية صرت ابكي وين رايح بحياتي وطلعت ونزلت انت معلم شاورما قررت اني سكر معش فيي خلص تعبت خمس سنين من حياتي راحوا هيك باقي كان بجيبتي 2300 دولار غيرت الديكور غيرت طرشت المحل واشتريت ثلاثة بنشز في شاب تعرفت علي عمل لي ثلاثة بنشز وحاولت حط بالمنيو الشغلات اللي انا بدي اكلها مدام انا رح سكر ومدام قاعد ست ايام انا بالمحل خليني احط الشغلات اللي انا بدي اكلها بتذكر قدمت الديب فرايد بيكلز اللي هو المخلل المقلي الكبيس الخيار المقلي ومع انه ما كانش عندي كحول doesn't make sense ما في شيء منطقي شوي شوي تعرفت على ناس علموني عن الكيل انا ما بعرف شو هو الكيل بالعربي بعدني حتى امي ما بتعرف شو هو الكيل دقت الكيل طعمته للكيل كتير طيبه مع الزهره فحطيت الكيل سلطه الكيل مع الزهره لما حطيت الزهره قبل ما احط الزهره القرنبيط ايه القرنبيط قبل ما احط القرنبيط بلشت المبيعات تطلع شوي صغيره طلعت من 9000 ل 15 من 15 ل 20 من 20 ل 22 لما صارت 22 كان في شب رفيقي قال لي نطل اخر الصيفيه وبيعوا باخر الصيفيه بكون خلص الموسم فبلشت تزيد شغلات ما خصها بالمطبخ ما خص بس هيك تخبيص لانه انا بدي اكل اذا انا شو جاي على بالي اكل الاسبوع الجاي راح احطه على المنيو وظفت شيف كانت المبيعات وقتها ب نيسان ل 2015 كانت المبيعات 27000 هيدي كانت اعلى مبيعات بخمس سنين وظفت الشاف اول شيء قلت له للشاف بدي اعمل كنت بعدي بعصر الحامضة على ايدي كل ما يجيني طلبيه بعصر الحامضة هو بفات علمني كيف اعمل دريسنج كيف كذا بلا طول سيره حطيت القرنبيط بس مثل ما هي هلا رح تشوفوا كيف انا بعملها مثل ما هي سمبل بلا ذكاء وبلا فلسفه سمبل كيب ات سمبل مثل ما امي وامك يعني المصرية بلتوها بكورن ستارش غير نيشنز بحطوا عليها طحيني في ناس نو زهرة مقلية بيقول لي الشاف هيدا أكل سوقي مين رح يأكل ومن وقتها
الشيف طلع عندي بأبريل 2015 فل من عندي بسبتمبر يعني بشهر 10 2016 كانت المبيعات طلعت المبيعات من 27,000 ل 93,000 وبلشت ساعتها بلشت افهم البزنس شيء والمطبخ شيء تاني. رح انهيها بشغله، اذا بدك احلى صحن حمص هلا بطلب لك بس مش من عندي، اذا بدك احلى حبه فلافل هلا بطلب لك كمان مش من عندي. انا مش جاي على هالبلد ولا حدا بيجي على هالبلد ليعمل احسن صحن فلافل واحسن صحن حمص. نحن انتربرنورز، نحن رجال اعمال وهيدي هويتنا، ومنشان هيك نحن we stand different from others. Keep that in mind. واو، كم مرة بحياتكم تعرفتوا على حدا هالقد صريح؟ كم مرة بحياتكم تعرفتوا على حدا بيقول اللي على راسه مثل ما هن؟ كم مرة بحياتكم تعرفتوا على شخص هالقد مرتاح مع حاله وبخبركم اياها مثل ما هي؟ من وقت ما تعرفت عليه وبيحكي الاشي على راس لسانه، هدفه يساعد، هدفه يدعم. كم مرة دق لي وقال لي شو بدك تغطي لك مصاريف سفرتك؟ شو هالزلمة؟ فقبل ما ننتقد لما رح نكفي ليلتنا وما بعتقد فيلم من هون كتير بكير، خلينا نسمع شو عنده يقول، خلينا نفهم شو عنده يقول، خلينا نتعلم من شو عنده يقول. Very interesting. Very interesting. وين رايح؟ وين رايح؟ بدي اجيب لك دولمة. Let's go. دي unexpected. دي unexpected. دي روح خبرهم انت مين؟ كيف جيت؟ من وين بينت؟ انا زيد، one of your followers. I love you. So I'm super excited. It will make my day today. Anyways, I wasn't expecting this moment to be. Apparently, حماتك بتحبك. Okay. So ماما طبخ دولمة اليوم. So you're gonna try it in my car. I رأي صار 8 سنين بهون بتورنتو. كندا. وإيش جايب معه صحن دولمة؟ أنا فكرة ما حطيت إلا السيت بيلت. I'm sorry. ماشي. كان بدك جحري. واو، او ماي جاد، او لساتها سخنه. واو، رجعنا على العراق، طلعني هلا بالطياره 17 ساعه صرت ببغداد. مان لحموده، او ماي جاد، اي لاف ات. هي شغل الموصل. موصل، نحن من الموصل. سو يا ورق عنب، اونينز وتوميتوز وزوكيني. قديش مهضوم انت عن جد؟ حبيبي انت المهضوم. That's why I'm here to you. Thank you so much. حبيبي. Regards to your mom. عن جد بتعقد. Thank you so much. I'm so happy right now that I get the chance to try our food. I'm so happy. جان. طبقين اليوم هلا في عندي صحن اسمه كاسك. كاسك عبارة عن كل شيء بينزل مع كاس العرق. شوك هارتس. هيدي شو هيدي؟ زهرة؟ لا. هالأرنبيطة؟ لا. That's the fucking money. خلي غيري السندويشات. أنا عم بعمل عبالي أرنبيط. الحلومي. حمص. حمرة. مو رفيق العمر، كنا ثلاثة نشتغل عند عمي، اوكي، من 10 سنين. لما رجع، ما راح اقول لك من وين رجع، بس لما رجع اجى يساعدني هون بالمطبخ. طبعا الامور تغيرت. شو مع الحلومي بده يجي انتوني؟ دبس رمان، شويه زعتر، تذكر لما قلت لك كنت اعصر الحامضه واجى الشيف وعلمني كيف اعمل فينيغرات؟ سماق فينيغرات لالنا، السماق لالنا. شوف الارض وشويتها بعد ما تقليها وتشويها. هيدي الشرموله المغربية. لا شرمولة مش شي تاني. اوكي، هيدا كيومن دريسنج انا عامله. اوكي، سباتشولا
الشرمولة هي مثل الشمشري بس الأرجنتينية، بس هاي على الطريقة المغربية. الله يرحمك يا جدي، الله يرحمك يا جدي. من بيروت لدبي عند كنا ماشي دبي مارين بيتش كلاب، فتحته بالتسعين. جات فتحت مطعم اللبناني بنادي الشبا عند الشيخ محمد بن راشد. جينا على كندا لهون، اشتغلنا بأوتيلات ومطاعم. بالسنة 2000 فتحنا أول مطعم اسمه بيتا ناتسي. سنتين ثلاثة فتحنا كمان مطعمين ثلاثة، كنا نمبر وان. زيرو أدفرتايزينج تسع سنين. بعنا برمنا شوي العالم ورجعنا لهلا عن مارو. عم نسافر لمارو، نطلع نرجع بالشركة فنعمل اسم مارو أكروس كندا وأكروس أمريكا. I will never ever take it down. This is where I started. This is my history. Pitas and burritos. Yeah. The sandwiches like everybody else. Until I couldn't do it. Pitas and burritos. And that's it, why. With the extra volume. And the mustache. And the mustache. Come on. الحيط كل شيء بيدور براسي. من بشارة الخوري لرياض الصلح. لانه هول تعلمناهم بالبريفي، فكرنا عنا استقلالنا. الاستقلال اكبر من موضوع خريطه واكبر من موضوع ارض. نحن قدسو هذا الشرق وشياطينه، نحن صليبه وحربته. ما راح كفيها للجمله. بس هذا الانسان بالنسبه لي هو اللي كون شخصيتي، مين انا وليش ليش ليش اي ستيك تو ات. الأنيس اللي هو اليانسون العرق، ياس العرق. جوليا بطرس، يعني جوليا بطرس. وفيدلر اون ذا روف. فيدلر اون ذا روف هي رواية عالمية عن هجرة اليهود من إيران، من روسيا، روسيا القيصرية إلى الشتات. ف one of the best things I've seen in Canada. فعلا الثياتر أثر على شخصيتي وين أم هادينج. وآخر صورة لمايكل كوليون، الإنسان اللي ضحى حياته للجاد فاذر، هو اللي ضحى حياته للعائلة وللبزنس ومات وحيد. I think that's what will be my end. That's about it. هيدا الحيط. أنتوني، هيدي الرشوة اللي اتفقنا عليها. No, هيدي هدية لأنتوني. I'm a cigar collector. I love cigars. I travel around the world for cigars. Heidi, my collection to Anthony. Plancia is a company. Heidi box. ما خاصة بس من أفخم السيجارز اللي I have had. هيدا. This cigar is Plancia. Don't, again, do not smoke it with alcohol. Do not smoke it on empty stomach. Do not. Okay? كتير تقيل. كتير كتير يعني بدوخك. أوليفا في روعة. My Godfather. Prodomo outstanding. وهيدا Pigtail. Madero اللي هي السكين. إذا شايف كلهم غامقين باللون. Okay. I got your own cutter. So you don't have to worry about it. وهيدا they keep them humid until you arrive to Lebanon. Okay. وما حدا بيزعجك بالمطار، بس قول لهم مارو. اوكي. الأكل شكله كتير حلو، أغلبيته مقالي بس معمولين بطريقة كتير لذيذة. الكولي فلاور أو النبيطة بنرجع نلاقيها هون وهون وهون. الحمص، البابا غنوج، صحن من السمك على بابا غنوج كتير كبير وكتير بيفتخر فيه. شقف البطاطا الصغار، شقف الحلوم، السلاد،
Nice tables. طاولة حلوة, appetizing, colorful. Can't wait to start. كل شيء معمول قدامك is a balance. المعدة is a balance. اي شيء بتزيد بصير عندك حرقه, بصير عندك غازات الى اخره الى اخره, او بتلعي نفسك او طعمه مش طيبه الى اخره. فبحاول اوصل لك كل شيء انعمل على الطاوله مش لانتوني للمطعم مبني على البالانس. لما يكون في عندك بروتين الفيجيتيريان, اذا عندك شيء مقلي بدك تستعمل كيل, الدجاج والبطاطا مثلا نحن متعودين الدجاج يكون مشوي البطاطا تكون مقليه, بده يكون في شيء تو بريك ات داون. بنفكر نحن كيف البزنس بيبول ان اونتاريو, لانه اونتاريو خصوصا تورنتو وضواحيها هن البيزي اريا اوف كندا, لما يرجع على المكتب كيف بده يرجع؟ ما فيك تنزل له صحن مشاوي وكاس عرق مثلا, ما فيك بده يرجع على المكتب. فما فيك تحط له اربع انواع بروتين, كفته وطابوق وشقف وما بعرف شو, هيدي الامور ما بتمشي. فاعتمدنا نظام انه ما نحط الشغلات سيبريت. يعني اذا بنطلع مثلا على الصحن هيدا مثلا اللحمه مع البطاطا, ما فصلتهم, انا ما فصلت البطاطا على محل واللحمه على محل, لانه عم تعطيه للزبون. في شغله صارت معي بالزمانات لما كان عمري 13 سنه, خالتي لفت لي سندويشه لانه اولاد كنا ومستعجلين, حطت خبزه, رغيف خبز بابا غنوش, بيتا تشيبس, شوي الخبز المقلي, يعني خبز جوات خبز المقلي, حطت فرنش فرايز, بابا غنوش وسمك ولفتها. لما تكلها it's unreal, it's mind blowing. طب كانت حطت لي السمك هوني والفرايز هوني, كأي ولد بدي يأكل الفرايز أول شيء وبدي يترك السمك. لما أنت تلفهم بسندويشي ما فتحت المجال لهالولد يأكل اللي بده إياه, فتحت أعطيته السندويشي as it is, حطت فيها بصل بتذكر وهيك شغلات. فالصحون مبنية على هالأساس, ما بفتح مجال للزبون لينقي يأكل من هالشغلة وهالشغلة, لا, كل شيء نازل balanced. اول شيء التندوري, التشيكن تندوري مع البطاطا الحره, بس هيدي معموله لانتوني. هيدا الصحن ترك لي اياه, بابا غنوش اوكي, كولي فلاور مع حمص. خليني بس اعطيك هوني اهم شيء, هيدا المصاري, هيدا اللعب كله. هيدا الزهره مع الحمص الكسكس على الطريقه المغربيه مع شويه كابج وشمندر. كيب ات سمبل, دونت سوري, يعني بدي اقول ما تكلي راسي, خليها سيمبل. السمك مقلي مع بابا غنوج ومارينيرا. هيدي قلت بدي اخبره لانتوني. هيدي الكبه, طول عمرنا بناكل نحن الكبه, بس الكبه اللي عندنا بلبنان اللحمه طيبه فرش, هون ما فينا نعملها فرش. لحمه برغل شوي صغيره وحطيت حبق, بس الفرقت قصه كان عندي شويه بهارات سجق يمكن خالصه مدتهم, خلطتهم مع اللحمه. انا خلطتهم مع اللحمه, طلعت لونها اللحمه حمراء مع الحبق, حاطط حبق فرش وحطيت شويه لبن فوقها, يلعن عرضه شو طيبه ومشت. قال لك الكريم خو صحن الفتوش شويه نعنع كذا المحمره. نحن شو بفهمنا بالمحمره, نحن اولاد المحمره, شو خصنا بالمحمره؟ عندي اجت زبونه حبتني عيوني زرق, شو بدي اعمل؟ اجت قلت لي بدي ادوق اكل محمره, انا شو بعرفني بالمحمره؟ دوقتني اياها هيدي المحمره الفلسطينيه المحمره كما لازم تكون, وهلا محمره. حطينا شويه حلومه فوقها مع دبس الرمان, لانه اثنيناتهم بياخذوا دبس الرمان. هلا دبس الرمان حلو يس, بس الجوز بروتين بيكسر الحلو, فمن هيك everything is well balanced. حطينا شويه زعتر وشويه نعنع on top of it, وها هي شيء من قريب من حواضر البيت, وكاس عرق الباذنجان مع, قلت لكم الباذنجان مع الشرمولا تعلمتها هيدي بالمغرب, اللي هي البقدونس مع الكزبره, شويه زعفران, شويه الجينجر, كثير ثوم, كثير كثير طيب. الفرق المغربيه بيخلطوها مع الدجاج او السمك وبحطوها بالفرن, انا لا, الباذنجان بدل ما ناكل باذنجان مقلي خلطته مع الشرمولا, شويه زوكيني, شويه كابج بيتس وشويه بطاطا حره, وها هي حواضر البيت. يعني كثير بنحكي عن هيدي, فرح بلش بهاي. كل الناس تحكي عن هاي, كان عم بيقول محل ما where the money is. رح ناخذ كولي فلاور, حمص, السورية
simple flavors of love. ما عم بيوقف. ما عم بيوقف. حمصات. حمصات حامضين مرتبين طحينة. ايموشنال فود بتشده هيك. بتحس انه الحموضة بتفوت من وين ما كان. وبالاخر عالنبيط. وش كانوا من هون من وين ما كان بس. It's the culture. شو الكالتشر؟ شو النوستالجيا؟ يعني بذكرنا بالطفولة. يعني بذكرنا بالتيتا، بذكرنا بالعمتي، بذكرنا بخالته، بذكرنا من وين ما كان. الخضرة من وين ما كان. في يكون خيار من هون، في يكون بندورة من وين ما كان. بس في فليفر، صارت الواحد بيسكر عيونه بقول رجعت. وهيدا الصحن بيربح. هيدا نكفي على المحمرة. قديش بحب المحمرة. محمرة مع حلوم أول مرة. حمر فيها السويتنس بوم بيبر حر والحلوم سولتينس شوي مش شربانين زيت. كم مرة بينهار هالقد اكل فيه شايفتين اكل لقمدان من كل شغلة. واو بابا ما عم نفلسف الأكل. هو flavors مشغولين صح. re-adapted, re-changed. مكونات مستعملة بلبنان بطفولتنا بجبالنا مزبطة تتشبه وتلبق بلا ما ننزع على الأساس. قديش أكلت أكل اليوم مدعى يكون لبناني بس عاطل 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 عاطل. هون ما في ادعاء باللبناني وما في كلمة لبناني فوق. بس في emotional attachment to the roots. حسيتهم كل لقمة. هيتا ناكل هاي الكبة يلي حكي عنه. كبة oh my god. واو طارية خفيفة عندن بيشو الطعمات واحدة ورا التانية ورا التالتة. شوية بطاطا. هاي هاي سماء فينيغريت. طحينة هون سماء فينيغريت هون. بوم هيك بيجي بوكس ميل لميل حامض الغير شكل. بابا غنوج هيتا نعم بابا غنوج مع سمك. في توم هون جربة بس اوكي اوكي يعني بحسب لك كل الليل تستاهل. واو جريت فود جريت سمبل فود. كونفورت فود. دقيقة ساعت تعرفت عليه أول شيء شفت الطاولة قلت افشو ألوانها غامقين وين ما كان في قلي وقشها فوق بعضها كيف ظابطة معه عندن الأكل لقمة ورا التانية ورا التالتة. I'm falling in love. آخر نهار هاي أكل طيب أكل بحط البسمة على الوجه أكل. إذا حدا سألني وين انبسطت بسفرتك بقول له هون. Delicious. Delicious. مارو عزم كتير ناس على العشاء. رح بكل احترام وتهذيب قلن فوتوا تعشوا جوا. وانا رح اتغنج على هول اربع صحون كل الليل. وقلن انا كتير مشغول صور. ني رح يحضروا الفيديو. لا رح اتعشى معهم. Amazing night. ولا قالوا لي انك شخص مهم سبيسيال ديفرنت واحد بيتعلم منك بس هالقد. نو no, انا تعلمت منك. عندنا خطط مستقبليه. انتوني بنكبر فيك نحن. وانا صورت واحد عشرة مني شو حكي هو بس بتيجي مع الوقت. ثانك يو سو ماتش مرساك على الاكلات الطيبين. ثانك يو جريت داي. بيخلص هلا بنلتقى بكره الصبح. يلا عن اديتنج ونومي اذا قدرنا من بعد ثلاث كاسات عرق.